صباح الخير سيد هارت. أنا ما لازم خلي هالمستندات توصل لإيده. راجفير؟ لو سمحتي، تعرفي لي كم ساعة مرق من نص الليل لهلأ؟ شو قصدك؟ خلص لا تهتمي. ماشي. عفواً ما انتبهت. عن جد ما كان قصدي. ما في مشكلة. مرقيني. شو في سيد؟ أنا ملاحظة عليك من امبارح إنك مانك مبسوط. لا أبداً، ما في أي شيء، أنا كتير منيح. شو صار معك انت؟ ليش ما بعدت المصاري؟ يكون بعلمك انا وضعي حرج كتير هون، اذا ما بتحول المصاري اليوم رح تشوف مني شي ما بيعشمك ابدا. لازم تكون ذكي وتتصرف بسرعة. عم تفهم علي يا شاطر؟ الو الو الو، عفوا استاذ. ايه قلي. بدي اسألك عن هدول الوراق. ماني قدران احكي انا بالشركة، لازم ترجع الهند بسرعة، انا عندي مشكلة هلا والشرطة عم تلاحقني، لازم توقف معي، انا ما فيني اعمل شيء، انتبه على حالك. انت خبر الشباب يجهزوا حالهم لانه راجعين. واخيرا انكشفت راجفير، وهلا ايامك صارت معدوده. رساله من غافور، لاقيني الساعه 10 نفس المكان. انا بعد كم ساعه بصير بالهند. ما تبعت لي شي، بخاف يعرفوا مكاني. في عنا مشكله كبيره ولازم نحلها ضروري. راجفير، مفكر حالك كتير ذكي، راح أفضحك قدام كل العيلة بوعدك، وورجيني كيف راح تمنعني. أهلين ماما، كيفك اليوم؟ أهلين بنتي، أنا منيحة، أنت شو أخبارك؟ أنت ببالي كنت حدا قلك لأطمن عليك. أي منيح، هي أنا سباتك ودقيت لك. طيب روشني، بدي أطلب منك شغلة بتساعديني؟ عندي عرس بنت رفيقتي وكتير مقربة مني، لهيك بدي أنزل عالسوق جيب الأغراض، وقلت بلكي بتنزلي معنا أنت كمان. وبعرف ذوقك كتير حلو فبتساعدينا شوي، هيك منقضي كل اليوم مع بعض إذا فاضية طبعاً. أمي أنا آسفة بس ما في، أنا رايحة على المستشفى طلع فاتكا. أكيد عرفتي إنه في بنت طايشة ضربتنا بسيارتها. بس المسا في مر لعندك بشوفك ومنحكي. كمان أنا اشتقت لك كتير وحابة نحكي أنا وياكي، فشو رأيك خبر سيد هارت ومنتعشى سوا المسا؟ المسا؟ لا بنتي ما في داعي، بيكون الوقت تأخر. خلص أنا بدبر حالي ومنحكي بعدين. بدك شي بشوفك. طيب أمي بشوفك، باي. يا ربي دخيلك، هلا كيف بدي جهز كل شيء لحالي؟ شو؟ كنتك المدللة رفضت طلبك مرة تانية؟ لا أبداً، بس هي مشغولة هلا وما فيها تجي غير المساء.
بس تأكدي مستحيل روشني تخجلني أو ترفض لي طلب، مقدرة ظروفها وهي ولا مرة قصرت. مثل ما بدك، بس فهميني أنت ليش عم تكذبي على حالك هلأ؟ لازم تقتنعي إنه ابنك ومرته في عندهم قصص كتير أهم منك. كيف متحملة هالوضع ما بعرف. ابنك بيعرف بأنه في عرس وما كلف حاله وإجا ليسأل، بس أنت قلبك طيب وما بتحكي. لا إيمت بدك تضلي هيك؟ على القليل هلأ لازم تقتنعي إنه ابنك ومرته ما عندهم وقت إليك. عطول مشغولين وما بيسألوا عنك أبداً. هلأ في عنا عرس بالبيت ولازم نحضر حالنا. لا أكرتيكا، ما بيصير، مو حلوة أنت عروس تشتري غراضك. أنا بروح لحالي، لا تاكلي همي، أنت بس ارتاحي وإن شاء الله بيعجبك ذوقي. أمي يلا أنا حابة أروح. روشني أمي، شو عم تعملي هون؟ ليش بنتي ممنوع أجي؟ حبيت أعمل لك مفاجأة عجبتك؟ سيد هارت بالمكتب عم يشتغل وأنا عندي اجتماع بالمنطقة هون، فقلت لحالي بمر بأخذكم معي. عمتي إذا سمحتي قولي لروشني جيب لي وزة ما عم ترضى. معقول؟ أمي ما بيصير، بيمرض لأنه لسه لهلأ مناعته ضعيفة. طيب معك حق، خلونا نطلع بالسيارة. تعا ما تزعل، يلا امشي فاتكا بسرعة. فاتكا؟ حلوة المفاجأة؟ ايه كتير أمي. شبك؟ خليها كلها، ما رح يصير شي، شوفي انبسط فيها كتير. يلا رح آكلها. ماما شكراً لك، تفضل. خير أمي؟ ليش متفاجئة؟ منيح شفتي بعينك، هي كنتك واقفة هلأ مع أمها وشكلهم رجعوا مثل قبل. ماما كلي من هاي. ايه تذكرت، قالت لك مو فاضية لهيك ما أجت معك، لأنه مشغولة ما هيك؟ شكلها مو فاضية لك أبدا. كتير حلو على فكرة، أنت ولد كتير شطور. الكل عم يكذب، وأولاً زوجك ما أجا ليساعدك. ما بعرف ليش كلهم تخلوا عنك، بعدوا عنك لما كنت بحاجتهم. بس يا ترى ليش هيك عملوا؟ لو فعلاً بحبوكي كانوا وقفوا بجنبك بالرغم من كل الخلافات اللي عم تصير. طمني خلصتوا؟ بدنا شوي. لا على فوق بكون احسن. لك زمان عم بتزين، احنا مستعجلين. ايه ايه. كثير حاولت تخلص، ما معنا وقت. ماشي. يا ربي ليك هي على هذيك الجهه. بتعرفي اذا شايده باتت لتياب ولا لا؟ ما بعرف مدام. شو ناطره؟ طيب روحي دقي لها، قولي لها تبعتهم بسرعه. يلا لو سمحتي رقم موجود على الدفتر. استعجلي ما معنا وقت، يلا خدي لي التياب على الغرفه. مو معقول، هاي التياب صاروا جاهزين مدام. واخيرا تعرف انه هدول التياب لصهري وانت تاخرت لحتى جبتهم. طيب ليش هيك لتتاخر يعني؟ مدام انا اجيت على الوقت، بس صار لي فتره واقف تحت. طيب مرحبا. صدقيني انا تاخرت كل هالقد بسببه، لهيك لا تواخذيني. سيد لو سمحت ممكن تحطهم بالغرفه بعد اذنك. بدنا نعزبك. لا ولو يسلم هداك الخط، كمله وخليه ينزل من الجهه الثانيه. ايه تكرم. ايه مثل ما عم بقول لك ساوي. صاير معك شي؟ اوه هلا بدنا نرجع نتخانق. انت مانك ناوي تنسي؟ انت كيف بدك مني انسى يلي صار؟ وابني ومرته وحتى ابوه كمان مزعليني ودائما مشغولين ومو فاضيين لحدا من عيلتهم. عن جد هيك مو معقول. انا واختك كريتيكا عم نحضر العرس لحالنا وانتم مو سائلين، عم تتصرفوا كانكم غريبين عنا ومو فارق معكم شي. وانت مهمة غريبه. خلص خلص امي، شبيك صايره بتعصبي بسرعه وما بيعجبك شي. القصه مو مثل مانك مفكره، يعني كل العرس صار فجأة وبدون ما نعرف، حتى أنه كل الأمور عم تمشي بسرعة. صدقيني بس هيك، يعني نحن لو عنا خبر كنا فضينا حالنا وأجلنا شغلنا لحتى ترتاحي وتروقي. لو بدك بتفضي حالك، وإذا بدك يعني روق اعمل أي شيء لأخدك كريتيكا. ماشي حاضر، رح أعمل كل شيء بدك إياه.
المهم لا بقى تعصبي علي بنوب، وهلا قولي لي شو ساعدك؟ في شي محدد ساوي ولا شو؟ انت امري وانا تحت خدمتك.